محمد وآل محمد يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله يا أولياء الله صلى الله عليه أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين کریم اللہ جو نمج عزت و نظمت و فضیلت و جو واسطو بالخصوص امیر مولا امام حسن مصطفیٰ جے پاک دستر خان جو واسطو کریم مولا جن مومن مولا جو دستر خان سجائے وا مولا جے دستر خان جو تمام کئے وا مولا حسن مصطفیٰ جی آمد مولا جی فضیلت عظمت جی صدقے میں سندن تمام شرعی حاجت قبول فرما علی خصوص رحمت و برکت و نعمت و نصیب فرما سید محمد و آل محمد جی کریم مولا اساں سبنی تے پنجو خصوص رحم کرم ای فضل فرما مولا جی صدقے میں تمام مشکلات و پریشانی و آسان فرما اساں سبنی کے پنجے پاک مولا جی پاک سیرت عمل جی توفیق نصیب